السلام عليكم. مرض مزمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سؤالين يا شيخ من فضلك. تفضل. أول سؤال، أنا مقيم في دولة أوروبية يعني، وفي فئات هنا بتقدم طعام ببلاش للناس يعني، وبياخد منهم المسلم وغير المسلم، ففي ناس هنا بتطلع لهم زكاة الفطر، فهل ده يجوز ولا لا لا يجوز؟ يجوز، لا يجوز؟ لا يجوز، السؤال لا يجوز أن تخرج زكاة الفطر إلا لمسلمين فقراء. لكن أنت ذكرت أمرين يشوبان العمل. الأمر الأول أنه يأخذ منها المسلم والكافر، والكافر ليس بمحل لزكاة الفطر. الأمر الثاني أنه يأخذ منها الغني والفقير، والغني ليس مصرفا لزكاة الفطر. هو الفقير بس اللي بياخد، بس هم يعني مسلمين وكفار زي ما لا حضرتك. لا يجوز. تفضل. أولى إن أنا أبعتها مصر. مش الأولى بقى، الألزم، الألزم أن تضعها للفقراء أينما كانوا، الفقراء المسلمين أينما كانوا. بس فضلتك تدعو لي بالزواج إن شاء الله. الله يحيي لك من أمرك رشدا يا رب. السلام عليكم.